أهلا بك. إذن أعضاء مجلس الأمن أكدوا على استعجالية وضرورة تعيين مبعوث أممي، وتحدثوا صراحة عن رفض الجزائر والبوليزاريو لرئيس الوزراء الروماني وكذلك لوزير خارجية البرتغال. ماذا تقرأ في هذا الإعلان؟ أولا دعني أوضح بداية على أن إحاطة اليوم هي إحاطة تأتي بعد 6 أشهر من قرار 2548 الصادر في أكتوبر الماضي، والذي بموجبه تجاوزنا هذا السياق. أرجوك، أريد أن نتناقش بشأن النقاط المهمة التي وردت اليوم في الجلسة، لأن الموضوع عن المخرجات عن جلسة اليوم لنتحدث عن استعجالية وأهمية تعيين مبعوث أممي، لأنه لا يمكن أن نبدأ مسار المفاوضات من دون مبعوث أممي. هو الإحاطة اليوم جزء كبير منها كان متعلق بالمجهودات التي بذلتها للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة من أجل إعادة إحياء العملية السياسية. وجزء من هذه المجهودات التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس هو المتعلق بتعيين مبعوث جديد، بحيث أنه يمكن الإشارة أنه لمرتين يتم اقتراح اسمين وقد ذكرتهما قبل قليل من أجل القيام بمهمة المبعوث الشخصي. طيب، بيتر رومان ولويس أمادو، المغرب الإسمان، لماذا ترفضهما الجزائر والبوليزاريو؟ سأتي على ذكرهما. الجزائر للأسف وخلفها تنظيم جبهة البوليزاريو يرفضان معا تعيين أي شخصية أولا أوروبية للقيام بمهمة الوساطة في هذا الملف لاعتبارات عدة. أولا الاعتبار الأول، الدعاية ديال تنظيم جبهة البوليزاريو ودعاية النظام الجزائري هي دائما كانت تسوق على كون هناك انهيار شامل وانهيار كلي للعملية السياسية، وحاولت أن تسند هذه الدعاية بدعاية الحرب. احنا لاحظنا طيلة أشهر كيف كان يتم فبركة فيديوهات لحرب لا توجد إلا على في فوضاءات التواصل الاجتماعي في بيانات تنظيم جبهة البوليزاريو. المسألة الثانية التي يعني بموجبها الدولة الجزائرية وكذلك تنظيم جبهة البوليزاريو بموجبهما يرفضان تعيين أي مبعوث جديد للقيام بهذه المهمة ولإحياء العملية السياسية لعدة اعتبارات. أولا الاعتبار الثاني واعتبار متعلق بالأساس بالعملية السياسية في حد ذاتها في مضمونها. اليوم الأمم المتحدة ومن خلال مخرجات المباحثات التي جرت في جنيف واحد وجنيف جوج التي أقرت بمسؤولية الدولة الجزائرية على هذا النزاع، التي اعتبرت الدولة الجزائرية طرف رئيسي وأساسي في هذا النزاع، التي اعتبرت والتي حددت هذه المباحثات، المباحثات التي جرت في جنيف واحد وجنيف جوج، حددت إطار المعياري للوصول لحل سياسي متفاوض عليه. هذا الإطار المعياري هو ينطبق تمام الانطباق من الناحية السياسية ومن ناحية أفق الحل السياسي على مبادرة الحكم الذاتي. وأعتقد على أنه الدولة الجزائرية وتنظيم جبهة البوليزاريو يعيان جيدا على أنه العودة للعملية السياسية هي عودة لمناقشة مختلف النقط التي تم التوقف عندها في جنيف واحد وجنيف جوج، على رأسها مسؤولية الدولة الجزائرية في هذا النزاع، وثانيا الاستمرار في المباحثات وفي الطاولة الرباعية التي جرت على قاعدة وعلى أرضية المعايير التي أقرها قرار المجلس الأمن 2548 وقرارات سابقة التي تتحدث على الوصول إلى حل سياسي متوافق بشأنه بروح ودينامية جديدة. وعندما تتحدث الأمم المتحدة بروح ودينامية جديدة فالأمر يتعلق بمعيار الحكم الذاتي. المعطى الجديد اليوم الذي تأخذه الدولة الجزائرية بعين الاعتبار وبموجبه ترفض إحياء العملية السياسية هو الموقف الأمريكي الجديد الذي جاء بعد قرار السابق 2548، بحيث أنه اليوم أي مباحثات وأي عملية سياسية ستجري وستنطلق ستنطلق اليوم، والولايات المتحدة الأمريكية معترفة بمغربية الصحراء وداعمة سياسية لمبادرة الحكم الذاتي. هذا المعطى طيب الجديد. أرجوك أعطيني الفرصة أن نتحدث في هذه النقطة بالذات، لأنك أثرت نقطة جوهرية في النقاش.